طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، فقالت: أيا إسماعيل صبرا؟ فقلت: يا إسماعيل صبري. الأبيات دي لإسماعيل باشا صبري، مش من الأدب الجاهلي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن اللغة العربية وقد إيه إن هي لغة ثرية وغنية بالمفردات، وإنها حتى تعتبر الأصل في كل اللغات التانية. لو لسه ما شفتش الحلقة ممكن تشوفها من هنا. طب لغة بالقوة دي وبالجمال ده وبالثراء ده، ليه بقينا نفضل عليها لغات تانية؟ رجع كرسيك لورا وركز معايا. أول حاجة الاحتلال. كان زمان التعليم بيتم من خلال الكتاتيب، في الكتاب كان بيتم تعليم القرآن الكريم للأطفال الصغيرين، فكان بيطلع من الكتاب الطفل عنده حصيلة لغوية لا تقل عن 50,000 كلمة. وأول هدف لأي محتل إن يكون ليه الأفضلية على الدول اللي بيحتلها، وعلشان يقدر يعمل ده لازم يشوه هويتها، وأول خطوة لتشويه الهوية هي طمس اللغة، وده طبعا ما كانش يقدر إن هو يتم إلا مع إلغاء الكتاتيب. تاني حاجة الإعلام. في الفترة من الخمسينات والستينات كان بيتم تقديم الشخص اللي بيتكلم باللغة الأجنبية إنه شخص راقي ومن الأعيان ومن الأكابر، وكان بيتم تقديم اللي بيتكلم باللغة العربية على إنه غلبان وعلى قده وما ينفعش إن هو يبقى زيهم. في مرحلة السبعينات والثمانينات بدأت موجة ضخمة من الأفلام الخالية من القيم والأخلاق، وزاد معاها استخدام اللغة العامية، ومع انتشار الأغاني والمواد المسموعة زادت الفجوة اللغوية. ومن مرحلة الثمانينات ولحد دلوقتي أصبحت الصورة اللي بيتقدم بيها الشخص اللي بيتكلم لغة عربية فصحى إنه شخص ساذج، ودايما بيطلع بصورة تسخر منه ومن اللغة العربية، وده بيرسم صورة ذهنية عن اللي بيتكلم اللغة العربية الفصحى إنه شخص جاهل وساذج ومتأخر ورجعي. مش بس الأفلام والأغاني، حتى البرامج الحوارية بعدت عن اللغة العربية الفصحى واستبدلتها باللغة العامية، وده يمكن لقلة الضيوف اللي بيتقنوا اللغة العربية الفصحى. تالت حاجة العلم الحديث. الأيام دول، وقانون الطبيعة بيقول إن الدول الضعيفة بتتبع الدول القوية، وزي ما الغرب اتعلم زمان من علماء العرب، النهاردة أصبح العلم الحديث متاح باللغات الغربية، فأصبح واجب علينا إن احنا نتعلم اللغات دي لطلب العلم، نظراً للفجوة الحضرية اللي بين العرب وبين الغرب. Take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. طيب نعمل ايه عشان نقدر نصلح المنظومة؟ لازم نصلح الفرد، يعني نبدأ بنفسنا وبولادنا. في البيت لازم نظهر أهمية اللغة العربية، يعني نحاول قدر الإمكان اننا نبدل الكلمات الأجنبية اللي بنستخدمها بدون داعي بالكلمات العربية. بلاش كلمات زي نوتي وتشير وشوز، سمي الحاجة باسمها. هات لنا 3 أزايز أمبو ومتلجي لونها. حضرتك تحب الأمبو قد الدنيا ولا قد الفسفوسة؟ لا قد الدنيا. 3 أزايز أمبو قد الدنيا. وبالنسبة لماما يا فندم؟ والله أنا حدي بادي ما بين الكوكو والسمك. كوكو. كوكو. الحقيقة يا فندم احنا ناسيين جدا، الحقيقة الكوكو بح. كوكو بح. بلاش لغة الفرانكو عرب، ليه ما نستخدمش لغتنا؟ صدقني مع الوقت والاستخدام هتبقى أسرع وأسهل بالنسبة لنا. القراءة يا جماعة. القراءة من أفضل الأنشطة اللي ممكن نعملها للاستفادة من الوقت. وكل ما هنقرا اكتر كل ما هنكتسب مفردات ومعلومات اكتر. خلونا نجرب نفرج اولادنا على افلام كرتون باللغه العربيه الفصحى. خلونا نبدل الروايات اللي بنقراها باللغه العاميه بروايات وكتب باللغه العربيه الفصحى. ابدا الموضوع بالتدريج، 10 دقائق النهارده، ربع ساعه بكره، بعد اسبوع تبقى نص ساعه. مع الوقت هتلاقي الموضوع بقى اسرع واسهل كتير. وما تقلقش، الصوره مش غامقه قوي كده. في بريطانيا 15 جامعه بتوفر الدرجه الجامعيه في اللغه العربيه. سنة 2006 تم اعتماد اللغة العربية مادة في منهج الشهادة الثانوية العامة GCSE. سنة 2013 تم تسجيل أكثر من 50 مدرسة لتعليم اللغة العربية. في كوريا الجنوبية سنة 2016 تم اعتماد اللغة العربية كلغة تانية رسمية للمرحلة الثانوية والجامعات.
فرنسا سنة 2017 تم إدراج اللغة العربية كلغة تانية في المناهج، وفي الصين وصل عدد الجامعات اللي بتدرس اللغة العربية لـ60 جامعة، أما في ألمانيا 10 ولايات من أصل 16 ولاية سمحت بتدريس اللغة العربية في مدارسها. دلوقتي كورة في ملعبك، تقدر تاخد خطوة علشان نحسن استخدام اللغة العربية. في الوصف هتلاقي رابط موجود فيه أسئلة مش هتاخد منك 5 دقايق إنك تجاوب عليها، وهنعرض النتيجة إن شاء الله الحلقة الجاية. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة. أشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.